سبحان من خلق الكون فنظمه، وخلق النحل فسهمه، فأوحى إليه بقدرته أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سبحانه وتعالى لا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون، حارت في قدرته الأفهام، خلق الإنسان وعلمه البيان، وصوره في رحم أمه، فتبارك الله أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. إذا جلس بين أهل العلم كان أعلمهم، وإذا جلس بين أهل البلاغة كان أفصحهم. سيدي يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا، وما خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت نسراك. أنت الذي لما ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. رضي اللهم عن آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجمع الطيب الكريم مرة أخرى من هذا المكان الطيب المبارك، يتجدد بكم اللقاء لنجلس سويا على مائدة القرآن الكريم. مرة أخرى أقول لحضراتكم، استضافت أسرة الراحلة الكريمة من سادة القراء الأعلام المجيدين للتلاوة والختام. ذات القارئ الكريم نشأ في بيت كريم وتعلم القرآن على يد الأعلام، ورزقه الله حسن الصوت، ورزقه الله الدقة في الإحكام. قال عنه الدكتور المعصراوي أنه قارئ شديد الإحكام في التلاوة، حسن الصوت في الأداء. وأصرت لجنة إذاعة القرآن الكريم عند الاختبار أن يكون هو جديرا وأهلا للتلاوة على إذاعة القرآن الكريم. ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وسفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن. القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من الله مقبولا، لنسعد جميعا بتلاوته. أسأل ربي له التوفيق والقبول، وأن يرزقنا وإياكم التدبر والإنصات وحسن الاستماع. على الله الإجابة وكف السبيل، يتفضل فضيلته مشكورا.
Yeah.
الله يا أخي. الله يا شيخ. الله يفتح عليك يا رب. وما من الله أكبر.
الخير نقولها لك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. ربنا يشرح صدرك يا رب. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يا رب يا رب انفعنا به يا رب. إن ربك يقضي بينهم وهو العزيز العليم. فتوكل على الله 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 إنك على إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي إن تسمع إلا
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا
فهم لا ينطقون. إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن فزع من في السماوات
وكلنا توصيل المعنى. ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا رب.
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين سيدنا
وأنا أتلو القرآن فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. الله أكبر. الله الله يا جميل قوي. فقل إنما وقل الحمد لله وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل صدق الله العظيم. وكل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. لها النور لما تجلت آية الهدى وبظهور السعد خد مغردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها وجبريل من فوق السماء مرددا يردد أنغاما ولحنا مخلدا أباك الله خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا من أفضل النداء وخير الأسماء ولما تيسر من تنزيل الله على سيد الأنبياء لما تيسر من أواخر سورة النمل عزف القارئ الكريم المجيد على أوتار القلوب عشتم مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة قارئ شديد الإحكام ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فخر محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن سفير مصر إلى باكستان في تلاوة القرآن المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وكانت التلاوة في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة ونقلت لحضراتكم من أحدث الأجهزة الصوتية المتنقلة بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية لصاحبها المهندس ناجي العشماوي المقيم بالعشماوي مركز الإبراهيمية الشرقية بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى ومخازن الفراش الحديثة واجب الضيافة إدارة أولاد أبو ليلى المقيمين بالمحمودي مركزية بمحافظة الشرقية أسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء في هذا العزاء شاكرا إلى ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسنين البنا شاكرا له أداء واجب العزاء جاء زاد المكان نورا على نور شكر الله سعيكم أدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم.